الجهوي جهة تعزيز الشبكة الاستشفائية لجهة الرباط سلا القنيطرة. كنظن أن هذا المركز الاستشفائي يعد الأول من نوعه نظرا لبعض التخصصات اللي كاينين هنايا في المستشفى اللي ما كاينينش في المستشفيات الجهوية اللي في المناطق الأخرى في المملكة. جاي يخدم الساكنة ديال جهة الرباط سلا القنيطرة اللي كت تعد بأكثر من أزيد خمسة مليون نسمة. هو تبنى في إطار الشراكة اتفاقية اللي تسنت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2014. الرباط مدينة الأنوار كيتوفر على 32 تخصص موزعة على 8 ديال الأقسام الطبية مصلحتين استشفائيتين. غادي يقدم خدمات استشفائية علاجية للنساء الحوامل للأطفال والرضع الخدج. تقوم وزارة الصحة بتثبيت مجموعة من برامج من نظم المعلوماتية في جميع المراكز الاستشفائية، وهذه النظم المعلوماتية ستمكن من تسجيل معلومات على المرضى وكذلك تسجيل جميع الإجراءات الطبية في المستشفيات التي تقام على المريض، وكذلك توحيد الملف الطبي المشترك الإلكتروني. وهذا الملف الطبي الالكتروني اللي غادي يساهم في صيروره العلاجات لا كونتينيتي دو سوا، وذلك باعطاء للاطباء وللبروفيسيونيل سونتي الامكانيه للولوج الى هذا الملف الطبي المشترك لمعرفه الهيستوريك ديال هاد لو باسيون. اليوم كما كتشاهدوا معنا كنقوموا بافتتاح المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط. هذا المركز الاستشفائي اللي جا في اطار رباط مدينه الانوار. هذا المستشفى هذا جا باش يلبي حاجيات الساكنه ديال جهه الرباط سلا القنيطره اللي كتفوق 5 مليون ديال النسمه. عنده واحد الطاقه استيعابيه ديال 300 سرير، هو متكون من 8 ديال لي ديبارتمون، من 2 ديال لي سيرفيس، فيه معدات طبيه وبيو طبيه ذات جوده عاليه واخر ما كاين في عالميا. حنا كنعيشوا واحد العرس اللي هو من خلاله تم الافتتاح ديال المستشفى الجهوي ان شاء الله. دابا حنا في لي جورني بورت اوفيرت ديال المستشفى الجهوي بمدينه الرباط اللي جا في اطار التوصيات ديال صاحب الجلاله نصره الله في تجويد وجوده الخدمات الصحيه والعرض الصحي. هذا المستشفى الجهوي جا غادي يكمل العرض الصحي ابتداء من المستشفيات القرب وليزيتابليسمون دو سوان دو سونتي بريمير والمستشفيات الاقليميه والستركتور دابوي ديالها جا كتكميل لهذا العرض الصحي. حنا جد فخورين بهذا الانجاز ان شاء الله باذن الله اللي غادي يعطي واحد الدفعه انتقاليه واحد الدفعه لتجويد الخدمات الصحيه بالجهه. اليوم الحمد لله كنبداو في الافتتاح ديال المركز الاستشفائي مولاي يوسف في مدينه الرباط، وهذا الافتتاح هذا كيجي كتجسيد للتعليمات الساميه لصاحب الجلاله الله ينصره فيما يخص الحمايه الاجتماعيه والتنزيل ديالها في ارض الواقع،
كما كتعرفوا الحماية الاجتماعية تنبني على واحد الركيزة اللي هي التأمين الإجباري، والناس اللي دخلوا للتأمين الإجباري ولا بد اللي هما كل المغاربة ولا بدهم خاصهم واحد المستشفيات اللي يكونوا من بين على واحد المستشفى وعلى واحد المستوى عالي من 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 الجودة. ثانيا كاين تنزيل ديال التعديل ديال المنظومة الصحية في الوطنية، ومن بين الركائز ديالها الركيزة الثالثة اللي كتهم كل ما يخص الرفع من مستوى المؤسسات الاستشفائية سواء كانت ديال القرب أو مستشفى أو مستشفيات. ثالث نقطة، هذا المستشفى هذا غادي يقوم لنا بواحد العملية وصل ما بين المستشفيات اللي كاينين في الأقاليم والمستشفيات الجامعية، وبالأحرى كنتكلم على المستشفى الجامعي ديال ابن سينا بمدينة الرباط. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.